الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الدرس السابع من كتاب 100 حديث في الصحيحين، أركان الإسلام الخمس. عن ابن عمر وحال قوري رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلاه قال وحير بني الإسلام إسلام كوالد سعى على 50 شن: شهادة قرد أن لا إله إلا الله، الله حق لو عابدين، الله حق لو عابدين وسجرين، إلا الله إله وكلي أموين، وأن محمد النبي محمد عبده الله دون كسينوية، ورسول الله رسول كسينوية، وإقام الصلاة صلاة لأغو، وإيتاء الزكاة زكاة الله بحي، وحج البيت بيت كل حج، وصوم رمضان بشهر رمضان والله صوم، متفق عليه. بخاري ومسلم بحديث كأوريو اسكوا فقي بني الإسلام وإسلام كوالا بس على 5 دعائم شنتي شهادة تبع لغول لسي بدل يبيان ما صح بدلا صح بيانا شهادة تقرد أن لا إله إلا حق لقعابد إنو سجرين إلا الله إله وكلي أموين وأن محمد النبي محمد عبده الله دون كيسيونية ورسوله الله رسول كيسيونية وإقام الصلاة صلاة وإيتاء الزكاة زكاة الله بحي وحج البيت كعبة الله حج وصوم رمضان بشهر رمضان والله صوم متفق عليه فضل الصوم صوم كفضل يسى في سبيل الله وضد على الله صومه أما في سبيل الله إله درتي الله صوم الصوم سنة عن أبي سعيد الخدري وحال قوري رضي الله عنه قال وحيري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحيري ما من عبدنا دون مجر يصوم صوم يوما مال في سبيل الله وضد على الله إلا بعد الله إله وافقيا بذلك اليوم ما لنتا صوت إذا وجه وجه سعر النار النار تكفقيا 70 خريفا تضباطا سنو خريف هو الدير سنة حلية قال سنة حلية قال مد وحلو يقان الدير خريف مد ربيع لقو ويو هو برواق رب مدو حال الشتاء من الصيف لما ذا القرآن قال له رحلة الشتاء والصيف مركة تضباطا ضيرو تضباطا سنة لقوة 70 سنة تضباطا سنة في سبيل الله محال لقوة ما من عبدنا دون مجرو النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبدٍ أدون مجرى يصوم صوم يوما معلم في سبيل الله وضد الله إلا بعد الله إله وافقيا بذلك اليوم في سبيل الله وضد على الله والغفر أي في ضاعت إلهي دعاه إلهي درك روحا وصم لوجه الله علماء وحيدا في سبيل الله أي في الجهاد جهاد كل أحسن سو جهاد كجرى هذا الصوم إلا بعد الله إله وافقيا بذلك اليوم عن انت صوت وجه وجيس عن النار النار تكفقيا 70 خريفا تضبعتا سر ما من عبدنا دون مجر يصوم سوم يوما مال في سبيل الله وضضال إلا بعد الله إله وافقيا بذلك اليوم عن انت صوت وجه وجيس عن النار النار تكفقيا 70 خريفا تضبعتا سر ما من عبدنا دون مجرى يصوم صوم يوما مال في سبيل الله وضد الله إلا بعد الله إله وافقيا بذلك اليوم ما أنت صوت وجه وجه عن النار النار تكفقيا 70 خريفا تضباطا سر متفق عليه الخير خيرك وحكجرا في تعجيل الفطر أفرك إلا ددجيه الخير خيرك وحكجرا في تعجيل الفطر أفرك إن لددجيه عن سهل بن سعد وحال قوري رضي الله عنه أن رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحير لا يزال الناس ددك كزول ما يام بخير خير إنك سغيهين ما عجلوا إنتي ددجيان الفطر أفرك
هل شردي با كحرم بتحقق الغروب قرحدو اني دعده ان له بصدو قرحدو هدي دعده تمرت هذا وين نكسس اذانكم ما شردي با شردي ما وحا شردي ما هو قرح دعيد اذانك ما دام معتاد لو نقضي وجرت العادة قدر رسالة مركة قرح دعين ومؤذن كوهذا مسألة دم غرواسا لكن مساجد دقار سو مارك مؤذن كوهو قصير نفنا يا تمرتو نكسيرا يا كدبرا الله أكبر الله أكبر وكل نفن سوما شردك مركة محاوي قرح دعين الدعو تحقق الغروب ضدو حضارك فير مركة فير تلدي ديها وحاوي قرح دي مع النعضي دبا واحده وسوه وصيها يا نصر ما هو هينس ولاه ويركاد ويركاد تاس مجر سحورتا اللي ديب دغا افركره ولا ددجيه تعجيل الفطر وتاخير السحور بالله عن سالم بن سعد وحاله وري رضي الله عنه انا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسولك حيري لا يزال الناس ضدك كزول مايان بخير خير يكسغيهن ما عجلوا انت ددجيان الفطر افرك متفق عليه لا يزال الناس ضدك كزول مايان بخير خير يكسغيهن اي وناغسيهن اي فيعيهن اي خير كي هيان ما عجلوا انت ددجيان الفطر افرك متفق عليه من فضائل صوم التضوع صونك سنها فضائشي سوحكم من فضائل صوم التضوع صونك سنها فضائشي سوحكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص وحاله وري رضي الله عنه قال وحيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحيد صوم ثلاثة أيام من صدح مال موت صونك من كل شهر بالكست صوم الدهر سنة هذا صوم ويكل كله سنظر المتفق عليه أجر ماشا بحوية الله يا لكن من يستفيد ورياك فائدة يسوي سواش بلك سيسدح برياضات صوت وهذا سنظر دان صوم سنظر دان محاد هل كي حسنا وطمان أجر صوم هل كي مال وحور لك ما طمان مال صدح مال موضع من طمان ماغ صدق من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله هل حسنة الله ما تواطبن ها ما قرأت صونك مركب وحاوي ها سدح بريوات صونك بيش بلك استعداد سدح بريكا صونك أجر واهش عاف ما واهش يا ما دي منه ما بابه بل وابا كو عيلة وكو عافي ما ديسا هذا عيل كان قصر الله جعلين بموقت واي المهم سدح بريسون كان واسر بالكستات كسونت وادو سنادة نصون بالكستات مركات سدح بريسونت بيشادن وادو صون انت سوى مكري كر لكن محايو باها انت لازمت محايو باها انت ننكي لازم لها والسكرة ننكي ها لازم لها والسكرة روحي لازم لها جوكتين لها سيدة دواحة فضلك لغيب وحفير وحيرو أجري بضان لغيب وحداد عرب ولعل وحلق داتكو إنين اللازمين داتكو إنين الجوكتين صوم ثلاثة أيام صدح مال موت صنكوت من كل شهر بالكاستة صوم الدهر سنظر الله صوم وكله سنظر المتفق عليه صوم ثلاثة أيام صدح مع الموت صوم كود من كل شهر بالكاستة صوم الدهر سنظر الله صوم وكله سنظر المتفق عليه جزاء الحج حج كأبا البيت كيسا المبرور لغو بارهن مفلي المبرور محاول حاجك ضاعة ونبو السمين وندمي لغو السمين
المبرور بر وبعد قصه وناك وناك حاجك وناك كلي الله وصمي أبا لقيت كيس واجن الله أكبر ما شاء الله عن أبي هريرة وحاله وري رضي الله عنه قال وحيري سمعت وحان مغلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له من حج روحي حجية من حج روحي حجية أو فلم يرفض هذا الحن أن لا إيمان كلام فحش كلام فحش هذا الحن أن دهن هذا الحن أن لا إيمان ولم يفسق فاسق لما أسمين العياذ بالله ضاع هذا وحلق يا بحنا أسمين رجع وصول الله مني كيوم ولدته أمه هو يدي مالين تين أشيء سوى الله منه مالين تين هو يدي أكون أشيء دمي ماله مالين تين ما ماذا كنت جسي أو كنت أشيء دمي ماله الدنيا مالين تاسا كوو الرئيس سوما حاج كاو هدو مبرور نقضة مالين تين هو يدي أكون أشيء أضو الله منه وحي أنا هاين حق بني آدم وعلى عافينا ودم بي الله تكجش ما قرت بني آدم كحق هذا لكن ما حين ربان إن هذا العلس دينتها إن هذا سكب قدو سكب حس حق بني آدم كوادب بذين إلهي وعفو غفور ونافع دافي دي سابة دم دافكي سابة عفين تي سابة نحريسي سابة كم بني آدم هذا يرك كود لك كوار بناء وهول بناء من حج روحي حجية فلم يرفض عن هذا الحن لا إيمان ولم يفسق فسق عن سمين رجعوا صلابني كيوم ولدت أمه مالين كي هو يريد الشيء يسوى الله من المتفق عليه من حج روحي حجية فلم يرفض هذا الحن لا إيمان ولم يفسق فسقنا على الله إيمان فسق وخروج طاع وحدا عضو وكبع فاسق نما على الله إيمان رجع وصول لابن كيوم ولدته أمه يسوى الله من مالك وهو يدي الأش من حج روحي حج فلم يرفض هذا الحن على الله إيمان ولم يفسق فسق على الله إيمان رجع وصول لابن كيوم ولدته أمه ويدي ما انت لا شيء سوى الله متفق عليه فضل يوم عرفه ما انت عرف فضلي عن عائشه وحاله غوري رضي الله عنها ان رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم مال مجرت اكثر كبدا من ان يعتق الله من ان يعتق الله وان يعتق عتق يعتق مرك ما دام لقدمنا اعتق يعتق يعتق ها ويتعدينا اعتق وحر يعتق اما يعتق عتق يعتق وحر يعتق بالله ما من يوم مال المجر اكثر كبدا من ان يعتق الله اله وحر فيه مال انت حيث عبدنا دور من النار نار توكو حري من يوم عرفت مال انت عرف رواه مسلم مال انت الهي وموب بذيها وضلك النار توكو حري مال انت هواي مال انت عرف ملائك توقفانا الهي سبحانه وتعالى وحله انظروا عبادي هؤلاء ادومها ينفيري جاؤوني شعثا وحييما دنيكو بصاصا تموهو دي فرسيه وبرم بوريسن لا يو مخراتي قال انه يدم دافي دتك ما انت عرف الحج عرف ابو النبي عليه الصلاه والسلام حج بو عرف لا ما انت عرف عرف السيارك عبايا انا لله وانا اليه راجعون انا لله وانا اليه راجعون وروح ماشي هو هذا ما قرنا هاي مياه أما عرفوا الرواين والسياسة كذا اللي يقبيالك أما عرفوا الرب الله يفين وقصة وقالوا لا عرف أن تاجنا عرف وروح أنا مشغول يبهر
أو جنّي أو فيسبوك أو يوتيوب أو جنّي وروا مشغول يدك وردت هو مشغول بلنك عرفت أنا عرف أنت من تذكر يا ذو الشيخ علام الغيوب وحكس إلهي سموك سوماش القرصان الله يدبعه ما من يوم ما المجرد أكثر كبر من أن يعتق الله إلهي نوحري فيه ما لنت أدحي عبدنا دول من النار نارتين وكحري من يوم عرفت ما لنت عرف رواه مسلم ما من يوم ما المجرد أكثر كبر من أن يعتق الله إلهي نوحري فيه ما لنت أدحي عبدنا دول من النار نارت وكحري من يوم عرفت ما لنت عرف رواه مسلم فضل الجهاد جهاد كفلي في سبيل الله وضلال الجهاد عن أبي هريرة وحلق وري رضي الله عنه أن رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحير إن في الجنة جنة دحيظة وحا مئة درجة بقل درج وأعدها الله إله ودياري للمجاهدين كو جهاد في سبيل الله وضلال جهاد كسوغن شرعي أوي جهاد كسوغن شرعي أوي ها ما بين الدرجتين إلا بدأ الدرجة لحظة كما بين السماء والأرض إركي يدولك أنت ودح يسو بقول درجي لي بقول لماذي الدرجة وحي سجران إركي يدولك أنت سجران وحدهم يح بقول درجة مركة ولماذي الدرجة ساعي تاكور أهل الجنة يكا إسصوفيرين هذا الطبق دير مركز سارة روح حوصو مسوفير روح الديارة سارة إسصوف مسوفيرنا أهل الجنة يكا ساو كلا كرية أهل الجنة لفتو ده آكلا سرى ها الدنيا دانا لغو كلا كسبنا الدنيا دنا لغو كلا هرمان وفي ذلك فليتنافس المتنافس لمثل هذا فليعمل العامل إن في الجنة جنة لحظة وحا 100 درجة بغل درجة أعدها الله إلهي ودياري للمجاهدين هو جهاده في سبيل الله وضضع لك ما بين الدرجتين لبدأ الدرجة لحظة وحا كما بين السماء والأرض إركي أقولك أنت ونحس إن في الجنة جنة دحيظة وحا 100 درجة بقول درج أعدها الله إله ودياري للمجاهدين كو جهاد في سبيل الله والضلال ما بين الدرجتين لبدأ الدرجة لحظة كما بين السماء والأرض إركي أقولك أنت ونحس ورواه البخاري إن في الجنة جنة دحيظة وحا هذه 100 درجة بقول درج أعدها الله إلهي ودياري للمجاهدين كو جهاد في سبيل الله وضلال ما بين الدرجتين لبدا الدرجة لحظة وحاء هذا ودحي كما بين السماء والأرض عركي دولك انت ودحي رواه البخاري فضل الفقه إن لفهم فضلك عيلاده في الدين الدين تلفهم عن معاوية بن أبي سفيان وحلق وري رضي الله عنه قال وحير على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول كعي من يريد الله روح إله إلا الدور به من كخيرا خير يفقه وحفاسيا في دين دين إله خير هدوك لدونه دين تكفاسينا روح إله خير لدونه دين تفاسينا من يريد الله روح إله إلا الدور به من كخيرا خير يفقه وحفاسيا في دين دين كمتفق عليه من يريد الله روح إله إلا دون به منك خيرا خير يفقه وحفاسيا في دين دينك متفق عليه حديث منضوقي سوى حاول روح إله خير لدون محل فاسية دين مفهوم كان روحا خير لدوننا دين لما فاسينا مفهوم كواسع منضوقي مفهوم بجر روح وحوك وضضع مر
waad ku badbaadi halkaas ay ku geyn. Haddaad mari weydo meel kala marto meeshii ma tegey waa maay, waxaad tihi airbootka xaggeen ooga baxa war halkaa aadbu maya, waxaad tihi halkaasaan aadi airbootki ma tegeysa waa maay waa maay. Ina waxaa waay manduuq baa lagu siiyey wuxuu ku yidhi Madiina rabaa inaad aado, Madiina miya saa u baxdo isbitaal Madiina miyaad rabtaa, war halkaa banaadir maro halkaa aado maya, waxaa tiri qara ka soo bax baan aadahaya ma helay isbitaal Madiina marka maya, haddii waddadii ma haysa ina safiinata laa tajri cala alyaabisba tabghi najata walam tasluk masalikaha, badbaadaad rabtaa baa waddadeedina ma aada qaad, ina safiinata doon laa tajri kuma socota cala alyaabis meel qalalan, marka meeshan maku lugayn kara maku ordi kara mise biyuu rabaa biyuu rabaa. Tabghi najata walam tasluk masalikaha, waddadeedina ma haysa ina safiinata laa tajri cala alyaabis man yurid illahu ruuhu ilaahi illa doona bihi man ka khayran khayr yufaqihu wuxuu fahansiyaa fidi. An mucaawiyata bni abi sufyaani waxaa laga wariyay radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam, rasuulku wuxuu yidhi man yurid illahu ruuhu ilaahi illa doona bihi man ka khayran khayr yufaqihu wuxuu fahansiyaa fi diini diinka. Mutafaqun calayh, man yurid illaahu ruuxu ilaahi la doona bihi manka khayran khayr yufaqihu wuxuu fahansiyaa fi diini diin. Mutafaqun calayh. Fadlu dalabi lcilmi, cilmiga la dalbo fadliga ay leedahay. An abi hurayrata waxaa laga wariyay radia allahu canhu ana rasuula allahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi waman salaka ruuxii qaada dariiqan wada yaltamisuu ku dalbaayo fiihi dariiqa cilman cilm sahala allahu ilaahi wuxuu u sahla lahu mankaa dariiqan wada ila aljannati jannada uu ku galo. Rawaahu muslim. Cilmiga sharcigoo dalabta jannaa lagu hela, cilmiga sharcigoo dalabto ood baratood ku dhaqanta jannaa lagu hela. Nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ruuxii wada qaada, markaad masaajidka hadda soo qaadayso sida ugu fiican gurigaagaad ka soo weysaysanaysa. Guriya dhow hadday tahay oo bajaaji wax u baahnay soo lugeh, hal lug markaad qaad ajir baa lagu koriyeelaay lagu qora, lug kalaad qaaday sooma dembi baa lagaa hoobina. Meeqa talaabaad soo qaadis? Hal talaabana waa ajri, hal talaabana dembi baa lagaaga ridaaya. Salaada intaad hadda sugayso maqribkii cishaa dhexo hal saac baa ku jira camal soo ma, mararka qaar hal saac wa ziyaada adoo salaad ku jirow. Nebi Maxamed baa yidhi sallallahu alayhi wasallam hadduu hadafkaagu yahay cilmigana bara salaadana sug, laakiin ruux baa laga inuu yimaado soo ma, hebel baa la ballan salaam ku gaadaya meesha soo ma, lama rabo maadaama ti salaatu taxbisu bal waxa meesha kugu haya hadday salaata. Laakiin nin aan la ahaa masaajidkaa la ii sheegay inuu ku tukado ku qabanaa hadaf kale aad wadatay soo ma, lama rabo taas. Salaad baad ku jirtaa intaad salaada sugayso, malaa'igtuna way kuu ducaynahaa haddayn weysadu burin. Malaa'igtu waxay dhihi allahuma aqfir lahu ilaahu dami dhaaf, allahuma arxamhu ilaahu naxariis, ducadaasay wadaysaa intaad weysada hayso. Maa lam yuxdith, laakiin naafti gadaal baad dhag ka siisay, ducadii waa dhammaanaysaa na weysadii waa burtee, weysadii waa burtee. Ma garan man salaka waman salaka ruuxii qaad dariiqan wado yaltamisu uu ku dalbaayo fiihi wadadaa cilman cilmi sahala allahu ilaahi wuxuu sahla lahu manka dariiqan wada ila aljannati jannada uu ku gala. Rawaahu muslim. وَمَنْ سَلَكَ الرُّوحِي قَادَ طَرِيقًا وَضُوءٍ يَلْتَمِسُهُ كُدَّ الْبَايِ فِيهِ وَدَّدَ عِلْمًا عِلْمٍ سَهَلَ اللَّهُ إِلَهِ وَحُوْ سَهَلَ لَهُ مَنْ كَادَ طَرِيقًا وَضَّ إِلَى الْجَنَّةِ جَنَّةُ وَكُوْ قَلَ. رواه مسلم.
ومن سلك روحي قاد طريقا وضو ومن سلك روحي قاد طريقا وضي يلتمسه قد الباهي فيه وضد علما علم سهل الله إلهي وحوسى له من كان طريقا وضي إلى الجنة الجنة وكقل رواه مسلم. فضل الصلاة صليد فضل إذا على النبي نبي الله صلى الله عليه وسلم نبي محمد الله صلى الله عليه وسلم أدري يدو بضانا عن عبد الله بن عمرو بن العاص وحلق وري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه عبد الله بن عمرو بن العاص سمع وحوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له من صلى روحي صلي النبي علي كركي صلاة صليت صلى الله إله وكو صلينا عليه من كان بها صلاة صوت هذا عشرا تبرا وهم مسلم. من صلى روحي صلي علي كركي صلاة صليت صلى الله إله وكو صلينا عليه من كان بها صلاة صوت هذا عشرا تبرا جل ما شاء الله رواه مسلم. هل جربت نبي محمد صلى الله عليه وسلم صليت وقف لبدن وحاوي صلاة الإبراهيمية مدله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تاسع وفضل بض سيغوين كلمة جنان ها من اللي أقول يهو صليين من نقوني اللهم صلي على سيدنا محمد أوفير سادة مسألة صليين من نقوني اللهم صلي على سيدنا محمد ولماذا وحيده سلا ذا أوفر ملفها اللهم صلي على سيدنا محمد صليد من نقني ولماذا وحيده إنه النبي محمد سيده عليه الصلاة والسلام ومتفق ويسلبي أنا سيد ولدي آدم ولا فخر عروت النبي آدم ودان أنا سيد أبوي فارنا إقماء ما قرأ لكن مركي باب الصليل لجو وحيده مسو أرورين لمن حيو اللهم صل على سيدنا محمد لفظ التسويد ها على سيدنا وغيره ما هي سعد الحسن المسلم لفظ سيدنا ما هي سيدنا ولا قال او فيرسو على سيدنا صبح بركة صفة صلاة النبي مسألة وأبن بحر صادرت أذكار تمركي لجو فيه باب الأذكار مركي لجو سيدنا الله ما ضر ما فيه مركي باب الأذكار لجو مركع عادي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذكر باب الأذكار مركي لجو لك أذكار واللهم صل على محمد التحيات كانت مركع قلنا اللهم صل على سيدنا محمد ما سوى روري ما سوى روري اللهم صل على محمد التحيات اللهم صل على محمد وكاس مركع التوفيق. من صلى روحي صلي علي كركي النبي صلاة صليت صلى الله إلهي باكو صلينا عليه من كاس بها صلاة صوتها عشرا تبر وهو مسلم. من صلى روحي صلي علي كركي صلاة صلي صلى الله إلهي باكو صلينا عليه من كان بها صلاة صوتها عشرا تبر وهو مسلم. من صلى روحي صلي علي كركي صلاة هل صلي صلى الله إلهي باكو صلينا عليه من كان بها صلاة صوتها عشرا تبر رواه مسلم. من فضائل التسبيح تسبيح فضائل شهد وحكم عن أبي هريرة وحلق ورية رضي الله عنه قال وحير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحير
كلمتان لبا اري كلمتان لبا كلمه خفيفتان فض على اللسان عرب عرب كان علس كواهي ثقيلتان علس في الميزان ميزانك حبيبتان لجعليا الى الرحمن الله نحريس تبدن وجعليا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الله اكبر لبدن كلمه واحد لو شيغي فير عرب كو كفديدي عرب كما جلعاي كما جبهي ما دالهي ما نوغهي ميزان كرا وا كولس قيامته مركي لميزامها وليس الهنا واجع عليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ما هو وليس كو هيسا انا لو وافجن مويه لكن بقول جير يا كد يا بقول جير دحاي حيث المسلم كي عنده كتان من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حضت خداياه بقول جير هذا دمي والهوبناي ولا ترتراي نين انك انا غبي على انه عاو نفته غدب كنت عاو يهبين دم ودا هبينك صدحان فراح بك قاعد دعك كرسوما لازم يدبل الاسكره كلمتان لبا كلمه خفيفتان فض على اللسان عرب ثقيلتان علس في الميزان ميزانك حبيبتان وجعليها الى الرحمن الله رحمنك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان لبا كلمه خفيفتان فض على اللسان عرب ثقيلتان علس في الميزان ميزانك حبيبتان لجعليها الى الرحمن الله رحمنك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم متفق عليه أحب الكلام هذا الكلام جعل بني إلى الله إله وعفا عن أبي ذر وحال قوري رضي الله عنه قال وحير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحير ألا أخبرك ميانك والربين بأحب الكلام هذا الكلام جعل بني إلى الله إله عجيس إن أحب الكلام هذا الكلام جعل بدنيه إلى الله إله حق سبحان الله وبحمده الله أكبر والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا خير عند ربك ثوابا وخير أملا والباقيات الصالحات باقيات ونكسر ولما بضع حيكون فسر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ألا أخبرك ميانك والرمين بأحب الكلام هذا الكلام وجع البذية ألا أخبرك ميانك والرمين بأحب الكلام هذا الكلام وجع البذية إن أحب الكلام هذا الكلام جعل بديها إلى الله إلى حق سبحان الله وبحمده ورواه مسلم ألا أخبرك ميانك والرمين بأحب الكلام هذا الكلام جعل بديها إلى الله إلى حق إن أحب الكلام هذا الكلام جعل بديها إلى الله إلى حق سبحان الله وبحمده أكثر بدي من الدعاء دعاء بدي في سجودك سجودا لها مركز سجود سنتا دعاء بدي عن أبي هريرة وعلى قوري رضي الله عنه أن رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم قال وحير أقرب ما يكون العبد أدونك وقت ودويه من ربي ربي والحال هو أدونك ساجد وسجود سيهوي أغرب ما يكون العبد أدونك أهان شيالك سوود ويا من ربي ربي وهو أدونك ساجد وسجود سيهوي فأكثر بضي الدعاء الدعاء فقمين أن يستجاب لكم حقيقة إني ذن أجيبي مركز إلهي يقول له مركز سجود سنتي وارتفاع أسافله على أعاليه كرجرة هاجي بعد هوس كيسة سوما سوما ده هاجي وجهه ما كرين مركز سجودنا هوس بعد كيس
بردينا كربة جسمه ارتفاع أسافله هاستي أي كرمرس على أعالي كرجري باتك كرمرس صادرت إلهي كليعن بلو سجود كره سبحان وعباد هداد غير الله إلهي غير كي أسجوده عمدا وعلما هذا أكس كفر يا شرك بين نقرا قال له السجود لله وحده عباده إله كلي عسكر غير الله بعد السجود الشرك صلاة ما شاء الإله وده هنا مركز سجود سنتاو أغرب ما يكون العبد عضوكم مركو أقول له يهي من ربي ربي ماذا يكون هذا شيء مزدريا له سبك بالله سن والله نران أغرب ما يكون أي إكوان بالله إكوان أغرب ما يكون العبد عضوك أهان شيء الكيس أقول له يهي من ربي ربي وهو عضوك ساجد سجود سنوي فأكثر بضي الدعاء الدعاء رواه مسلم أغرب ما يكون العبد عضوك مركو أقول له يهي من ربي ربي وهو ساجد يسوي سجود سوي فأكثر بضي الدعاء دعاء رواه مسلم دعاء بضي مسلم أولي حديث دعوة المسلم مسلم كود دعي لأخي ولك أنا بالدرداء وعلى قولي رضي الله عنه أن رسول الله رسولك الله صلى الله عليه وسلم كان وحوها يقول منه دعوة المرء روح الدعاء سأل المسلم يا مسلم ك لأخيه ولالك ودعي بذهر الغيب ولالك وكمغا مستجابة ولا أخبر ولا أجيب ولالك وكمغا مأتي إله هنون إله عاف إله خيرك وافج كل من الجوك مركم كل الجوك إن يستوص اسم الله موقت مركم كل الجوك حلقا إن الله مقع كير رات إن حوقا بوهايا موقت إن الله هاكو أمان الله ولالك ويا ويدعى انجرين وكله نفتوا وسواس بلانتا موكت إن النفس لا مارة بس لكن سوى كامقا يا استوسى سابع عنده دعوينك لا أجيب ولا لكم أركو كامقي ودعى دعوة المرء روح الدعاء يسأل المسلم يا مسلم لأخيه ولالك ودعي بظهر الغيب أي كلمة غيهن مستجابة دعاء أقبلوا عند رأسي مدعي سأكتي سملك ملك بها موكل الله وكي موكل الله وكيش كلما مركز دعاء ودعي لأخيه ولالك بخير ودعي قال الملك ملك يوحدي الموكل به الله وكاشي آمين ولك بمثل أنه وحال الله سيدوك إله عافبات أنه سيدوك الله هذا هالك ده إله دم داف سيدوك الله إله عنون سيدوك الله أجل نواثش دعوة المرء المسلم الروح المسلم كدعاء لأخيه ولالك ودعي بظهر الغيب كما قام ولالك وكما قام مستجابة دعاء أقبل وي عند رأسي مدحي ساكتي سملك الملك بام موكل الله وكيش أرنت كلما مركز دعاء ودعي لأخيه ولالك بخير ودعي قال الملك ملك يوحدي الموكل به الله وكيش آمين ولك أنه حلى بمثل صدوك دعوة المرء المسلم روح مسلم كعه دعائيس لأخيه ولالك ودعي بدهر الغيب كما قال مستجابة دعاء من الله أقبلوه عند رأسي مدحي ساكتي سملك الملك بها موكل الله وكش كلما مركز دعاء ودعي لأخيه ولالك بخير ودعي قال الملك ملك يوحدي الموكل به الله وكش آمين ولك هذا بمثل من لمد الله دعاء من لمد لا تتكلم هكوها لن إلا بخير خير مهين ولك خير مهين وحكا لها هكوها لن خير كون قوال لا تتكلم هكوال إلا بخير خير مهين عن أبي هريرة رضي الله عنه
عن النبي وحكوري صلى الله عليه وسلم نبي وحكوري قال النبي وحويري إن العبد أدونك لا يتكلم وهل بالكلمة كلمة ومن رضوان الله إله رأي عشيسا تعالى الله سري إن العبد أدون أدونك لا يتكلم وهل بالكلمة كلمة أيوك وهل ومن رضوان الله إله رأي عشيسا كلمة إله رأي لكي تعالى الله سري ما يلقي أسرهذين لها كلمة بارا وح قلبئة وقلبي أمحاو لم يتبين ولم يتفكر كم وصفكر كم وصفكر حتى كلمة ذو إسكتورة كلمة إلهي رالكية مؤسو موذي نمى إنا إنت علاك وإسكير كما في سنح كما فكر مارك الله لا يلقي لها بالا قلبي مرهد محاول لم يتبين ولم يتفكر إمام النووي رواه البخاري وقفص ما يلقي مؤسرين لها كلمة بالا وحقلب ما بحالين منه كم وصف فكر كما باران دين يرفع الله إلهي بأكريل بها كلمة سوات درجات درجوين وإن العبد أدون لا يتكلم وهل بالكلمة كلمة يقال ومن سخط الله إلهي على ذي ساء تعالى ألا سر كلمة إلهي وكعلي سين روحنا قال لا يلقي سرهذين لها كلمة بالا وحقلب لم يتفكر ولم يتبين كما وصف كريم وإسكتوا لي كلمة يهوي وهوبان بها كلمة سوات في جهنم نار جهنم وكوهوبان والعياذ بالله والعرب كان وكان حفظ احفظ لسانك قرآن كفير اسكو سورة ما إدو مر إلهي وحوير عرب كان أجرب مركوس وجيدة يا جنة مر مركوس وجيدة على إلهي العرضي نار يكوس وجيدة وعرف فأثابهم الله معكوه بما قالوا جنات إلهي وأبال مري وحايد نهان هذا العيد نهان يا جنة كهلا جنة ما هي كهلا هذا لا يدها سما وسورة المائدة حكروا إلهي سورة داكوين ولعنوا بما قالوا ولعنوا ولا لعنضي بما قالوا واحد لهم أي الله لعن لا هذا الحقيقة سما هذا الكسر بحرين لعنض بكان هذا الكسر بحين جن وكان نبي نوحير عليه الصلاة والسلام لما شيء روحي إيحبدي جنان أبلاً قاضي لما أرنوا إيحبدي من يضمن لي ما بين لحييه وبين رجليه أضمن له الجنة روحي إيحبدي لبدي سلف كروحة ونحيه عرب لبدي سلف كروحة ونحيه نمحاوة حبين تترك حبين تترك أنا ما يلحن أن لا جنة نضمان قادة لوضع كعثك عرب كاقية يا حبين لوضع كعثك نبي محمد جنة وكود دمان وحوين إن العبد أدون لا يتكلم وهل بالكلمة كلمة ومن رضوان الله إله إلى الأشياء سكمل تعالى الله سري ما يلقي سرذين لها كلمة بالا وحقلب أبيال بأمو سهين يك فكرد يك باراندك يرفعه الله إله وأكري بها كلمة سوات درجات درجوين كلمة وسك فير سني وين لوينين وإن العبد أدون لا يتكلم وهل بالكلمة كلمة ومن سخط الله إله على ذي تعالى الله سري لا يلقي سرهذين لها كلمة بالا وحقلب يهوي وهواني بها كلمة سوته في جهنم نار جهنم رواه البخاري إن العبد أدون لا يتكلم وهل بالكلمة كلمة ومن رضوان الله إله رأي عنشه سكمة تعالى الله سري ما يلقي سرهذين لها كلمة بالا وحقلب يرفعه الله إله وكريل
بها كلمة صوت درجات درجوين وإن العبد أدون الله يتكلم وهل بالكلمة كلمة ومن سخط الله إله عليه سا تعالى الله سري لا يلقي سردين لها كلمة بارا وحقلب وسكى فكر وسكى بارا دقن ألب وينين كلمة وين بماركين يهوي وهمني بها كلمة صوت في جهنم النار جهنم رواه البخاري أن نميمة اسكو ديركو من الكبائر الدنبية وين بكمت أن نميمة اسكو ديركو من الكبائر الدنبية وين بكمت عن حذيفة من اليمن وحلق ولي رضي الله عنه قال وحير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحير لا يدخل الجنة جنة قريمها نمام اسكو دير وروح دالك ورك وكلا قادة سيئي صدق على هبل بوتا وحكله كاسوكو عاية هدا أكت ونم الهدمية وريع نهرق متهدمية اسكو قدين واحد وين بعيني بري يهرى لو الروح بو الروح اسكو ديري كري او كلا ما كوحوك هذا إذا عدا يمدي فيسبوك هاريه بعلى اسكو شدعية من حاركة سادها هيه والضم هذين رجع تلاوة لقى مال الله كلا لهم بعلى هلا إن الموت فيسبوك أو جن كي حما كي ليتي مال وحاول مودال يرحلوا كلا أرسل روح بروح وروح إسك شيء والرقابة لهين أن كنترول لهين شيخ عمر بروحه حفظه الله تعالى الدنيا مصيبة صامرت مصيبة هو الإنترنت ويبي مصيبة هو هذا اللي يراد أن قارو حمراء قبلها يضمر كاني يعروتني يويلش قارقوا ذا إلى من ولا كره إنترنت الآن لا إله إلا الله أبا يا شيخ ويدا هو أن ولا يعني إنترنت ما هيسته مركان دولة شعب كوهرس warninkii saw xafiis kaga shaqeysan ajensiyadii iyo shaqadiisa la garay oo wax ku soo saaray oo horumar ku soo saaray warninkii wax ku baranaa la garay warninkii khayr u adeegsan la garay war dadkan kale laakiin quraayada quraanka lama xusuustamee ma yalfidu min qawlin muhu ilahi illa ladayhi raqibun atid hadalka sood ku hadash ملائك باقريس علماء قال روحي دي جنين بني آدم ورقد اللي هو قرأي دنوب يا عماش هذي لديه لا أرور كستا صغض ميل كاكا صغض ده بضم بايابي لها ورقد اللي هو قرأي هذي لديه لا دم بيقاك يا عماش هذا صغض ميل كسوغا ايوا اي انا مالك ما قد يربان هلين سببا أروك صادق لو دهية بري ورقد هذا صادق أعمالش الوق ورلاك ور سأ أروك تبيل كوعا فكر إذا تبيل كميس كسار لا يدك مركب وحاول ورهل ورهل تحدروا هذا أبو القبر نووك هنا نبي قوم مري مالي صلى الله عليه وسلم لبا قبري ولا عذابه حوي لبا ذا قبري mid kamida kaadada iska ma hubsan jir hada gaalada wad aragtay kuwa la dhaqan fala la 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 toosi isagoo daaya yu galina dhalinyarada naqaar baad hada arkays derbiga qirr ku sinaya u galina gaaladana masquula waxaa jirtaba loogu tala galay hada ruux inuu istaa ku kaado oo laga istiraalka dambe inuu ka hala istijaamo jir tishii warqad baad meel ka qaadanaysaa gaalada masquulahooda biye mara ina ogaato waqti masquulahooda ha biye mara waa tish ka qaado aday ku taalaw kuwa madawga marka oo kiyaatigan ka mid yihiin وأسي ليتا وقال يا لك ودقا هيا سوى سيدي سوى سروال كحرانا سيدي سوى كلابا
قال هذا كلا عدان كيكو حيو إير التحدرين تيش كاس استعماله قال أنا ضدك إسكود رجيمي وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال وحير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول وحير لا يدخل الجنة الجنة ما قال نما من ضدك إسكود رأ لا يدخل الجنة جنة ما قالوا النبي عليه الصلاة والسلام نمامون مدد كاسكو ديرا ولا بينا ولا ما وعفوفنا قصو بري الله يمانا أبا كقال لهم ولا غرمت لا تباغضوا والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم بالله التوفيق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.